أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت على رجلي قطعة صغيرة جدا تمنع وصول الماء إلى الجلد، ولا أدري متى علقت في الرجل، فماذا يجب علي؟ هل أعيد الصلاة؟ وكم صلاة أعيد؟ إذا كان وجودك لهذه الرقعة على رجلك بعد صلاة سابقة والوقت طويل فلا تعيد الصلاة، لأنه يظهر أنها لصقت رجلك بعد الصلاة لطول الوقت. أما إذا كان الوقت قريب ولا يمكن أنها لصقت برجلك يعني خارج الصلاة، فأنت تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأن الظاهر أنها قديمة في رجلك قبل الصلاة ما دام الوقت قريبا. نعم.